أحسن الله إليكم. المرسل ميم لام من الرياض له سؤالان، يقول في أولهما: هل يجوز أن تخص البهائم من الأنعام وغيرها؟ وهل صحيح أن الأرقاء قديما كانوا مخصيين؟ خصاء البهائم يجوز للحاجة إذا كان يترتب على ذلك مصلحة في نمو الحيوان الذي يراد للذبح وأكل لحمه كالخراف وغيرها، فلا بأس بالخصاء لأجل المصلحة المترتبة على ذلك. قد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين يعني مخصيين، فهذا يجوز من أجل المصلحة، لكن مع الرفق بالبهيمة عند الخصاء واتباع أسهل وسيلة مريحة لها في ذلك. نعم، بقية السؤال. يقول: هل صحيح أن الأرقاء قديما كانوا مخصيين؟ الله أعلم، لا نعلم عن ذلك شيئا. نعم، لم يثبت فيه شيء. الله أعلم، يقال هذا يقال، لكن لم يثبت عن ثقات وقوع هذا الشيء. نعم، يتردد عند العامة أن خصاءهم من أجل أمنهم على النساء. قد يقع هذا من بعضهم، فالله أعلم. نعم.